مساء الفل على أحلى متابعين، معكم نرمين بقدم لكم وصفات جديدة هتغير معك طعم وشكل الأكل بتاع زمان. والنهاردة يومكم مانجا. النهاردة هعمل لكم أحلى صينية فراخ بالمانجا. متستغربوش الاسم، مش في بط بالبرتقال؟ النهاردة احنا هنعمل الفراخ بالمانجا، صينية جديدة وجميلة هتبهر أي حد هيدوقها. صينية سهلة وهتغير معاكي طعم الفراخ جدا. تاكلي فراخ لأول مرة بالطعم والشكل والجمال ده. مكوناتنا سهلة وبسيطة. طبعا مكوناتنا أول حاجة المانجا وبطاطس وفراخ وعصير طماطم وبصل وبهارات وملح وفلفل. هتجيبي منجاية كده حلوة كبيرة، هتقشري المنجاية كويس. بعد ما تقشريها هتاخدي لحم المنجاية وبعد كده هتضربيه في الخلاط بنص كوباية مية. عايزة العصير يبقى تقيل وسميك جدا زي ما انت شايفة كده. نختار كمان المانجا اللي تكون مليانة كده لحمة من جوه. طبعا هتضربي العصير من غير سكر، تضربي العصير كده. طبعا مش عايزة اقولك طعم الصينية دي هيكون ازاي، وهتديكي طعم ومذاق جميل جدا للفراخ. شايفة العصير معاكي تصب تقيل مش خفيف. هنعمل بقى اول تكاية في الصينية. مش هنرص المكونات كده وخلاص، هنعمل حاجة جديدة. لازم تكوني مقطعة الفراخ ونقعها في مية وملح قبليها بربع ساعة. وبعد كده هتجيبي الفراخ في الصينية اللي انت هتسوي فيها وهترش عليها البهارات، ملح وفلفل وشطة وكمون وكزبرة وكل بهاراتك اللي في المطبخ. وهتحطي عليها بقى البصل وعصرة ليمون. ايه فايدة الموضوع ده ورشة ملح وفلفل؟ فايدته ان احنا هنطعم الفراخ كده بطعم جميل وحلو، هنخليها تبقى جميلة من بره ومن جوه. زي ما انت شايفة كده بعد ما نقلب الفراخ كويس جدا هننزل معانا بالمانجا. اول ما هتنزلي بعصير المانجا وهتطعمي بيه الفراخ وتقلبيها كويس، هتلاقي بقى لون الفراخ هيبقى جميل جدا. وطبعا المانجا بتعمل طعم وريحة جميلة، وخصوصا لما هتدخل الفرن حاجة افتكاسة كده بس هتطلع معاكي شياكة جدا. اول ما تقلبي كل المحتويات كده وتتجانس مع بعضيها هتجيبي بقى البطاطس. هترصي البطاطس عندك في الصينية، شايفة الجمال؟ هتجيبي البطاطس كده وترصيها عندك في الصينية. ممكن كمان تستخدمي خضار تاني مع البطاطس، ممكن جزر بسلة، بس انا بحب دايما البطاطس. البطاطس بتشرب من طعم المانجا، بتخليها روعة وكمان لونها بيبقى تحفة. هتنزلي بعدها بعصير الطماطم كوبايتين كده او على مقاس الصينية اللي عندك. وهتمسكي كده تقلبي كل المكونات، البطاطس والطماطم والبصل والمانجا والفراخ كلهم، هتقلبيهم تقليبة حلوة بحيث كله ياخد من نفس اللون ونفس الطعم ونفس الريحة. شايفة الطاجن بقى شكله ازاي؟ لسه بقى لما يدخل الفرن. استني، شايفة نواية المانجا دي؟ اوعي ترميها، هتيجي في قلب الطاجن كده وتحطيها. ايه فايدتها بقى؟ هتعمل معاكي صوص جميل وريحة اجمل. تولعي الفرن وهتحطي الطاجن، طبعا هتولعي الفرن فوق وتحت وهتحطي الطاجن وتغطيه كده عشان يستوي على راحته. اول ما يبتدي الفرن الطاجن معاكي يستوي هتوطي الفرن وهتولعي الشواية عشان ياخد لون معاكي كده لون جميل. 10 دقايق كده بعد ما يستوي وياخد لون على الشواية هتيجي تطلعي الطاجن. شايفة اللون وشايفة الطعم؟ مش هقولك بقى على الريحة ازاي. صوص جميل، صوص جامد جدا. انا عملت على فكرة من الصوص ده رز هوريهولك دلوقتي. شايفة المنجاية دي؟ دي بقى نواة المنجا. طلعت صوص تقيل كده وجميل زي الكراميل بالظبط، وخلى الفراخ طرية وطعمها تحفة. مش هتبطلي تعملي الطاجن ده ابدا اول ما هتدوقي. شايفه عملت الرز كده واخد من لون المانجا برضو، وشايفه الطاجن مستوي وزي الفل.
أكلة جميلة وحلوة، وصفة جديدة ومبتكرة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تدعميني بشير ولايك وتشتركي في القناة، ويا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. تحياتي ليكي من مطبخ نرمين، وصباحكم منجا.